نعم، نتحدث أيضا عن إبراهيمي الذي أصيب في المباراة الأخيرة كما تعلم أمين في رابطة الأبطال أمام نادي روما. فريقه يأمل في أن يستعيده قبل القمة يوم 3 مارس الداخل أمام نادي بنفيكا. ما هي آخر أخبار إبراهيمي في بورتو؟ إبراهيمي محمد على حسب ما نشرت التقارير البرتغالية ربما لا يعاني من إصابة خطيرة تبعده عن الميادين لمدة طويلة، لذلك من المتوقع أن يصل أو يلحق بمباراة القمة البرتغالية أمام بنفيكا، والفريق يعول عليه كثيرا هذا الموسم خصوصا في الدوري البرتغالي وفي رابطة أبطال أوروبا التي لا زال بورتو يحصل فيها على كل الإمكانيات والاحتمالات من أجل التأهل إلى الدور المقبل، بما أنه سجل هدفا خارج الديار قد يكون حاسما جدا في مباراة العودة. يتحدثون عنه بن شيخ في مانشستر يونايتد، للتذكير فإن إبراهيمي كان قاب قوسين أو أدنى من اللاعب في نادي إيفرتون مقابل 40 مليون أورو قبل موسمين. إخوان جلو سواتي راح إن شاء الله عنده مكانه في مانشستر يونايتد. نعم الله ما يساعدوا لعب مانشستر يونايتد. انا جوبونس كو سافا ديفيسيل شويه في مان يونايتد، ولكن سيت اون ايكيب كوم في سيركيلي مليح لو بالون كذا، بوركوا با بوركوا با. انا جو لوي سواد ان شاء الله جو لوي سواد كي يروح من البورتو يروح يبدل شويه. نعم مصطفى. لا انا نظن بتاريخ اللعب تاعو يعني نعرفوا ابراهيم يعني في باش يتميز فريق كما قلت مانشستر يونايتد، نظن باللي في المجموعه عنده مكانه تاعو، لو بالطبع لو يكون في احسن مستوى ماهوش يعني ما يكونش يعني انديسي يعني ايريغيلي يلعب لك مباراه ومن بعد مباراتين، لا لو يكون في مستوى انا بالنسبه لي ابراهيمي يلعب في مانشستر. وابراهيمي يمكنه الامضاء في اي فريق يريد بما ان عقده انتهى مع نادي. شوف يعني علاش قلت لك لاعب كيكون عنده امكانيات فرق كبيره رايحه وست عليه ماهوش الا ماهيش غير مانشستر. نعم. انا سمعت اصداء وقريت الصحافه كاين فرق اخرى راهي تحوس. نعم. ويلفرهامبتون واحد. نعم. ربعه كلاب تاع بريمير ليغ صافي دي كوميم لو نيفو راه عالي شويه مع اذا بالنسبه لي انا نقول لك محمد لو جيت كيما هو انا لو جيت في مكانته نروح. نعم. محمد. نعم. نروح لان في بورتو نظن باللي الحق الوقت وين ما يقدرش يزيد يمد اكثر ما يمد. يا هل ترى كيما نسمعكم انا جاوه كات كلوب دو هو نيفو في لونجلتير هكذا. نعم. هكذا يحوسوا عليه. نعم ويست هام ايه كات كلوب وخلاص ما يهمش كات جرون كلوب. نعم مدوهم ايه واش عليه ويست هام مانشستر يونايتد ماشي سيتي ماشي ليفربول هذوك تشيلسي ليفربول هذوك هذوك غير تسنى غير ارقد ارقد هذوك ما مازال بعيد واش عليه هاد لي كلوب في لونجلتير جاوه ها محمد. نعم تحب نعطيهم لك نعطيهم لك عندهم ويست هام ويلفرهامبتون وايفرتون ومانشستر يونايتد هذه هي الفرق الاربعه الكبرى التي تتحدث ان شاء الله. نو انا نقول لك والشيء الجميل بن شيخ انه في نهايه عقده يعني الفريق لن يدفع اي شيء يخرج نادي بورتو يعني بامكانه استخدامه مجانا فقط يتفق معه حول الاجره الشهريه. ايه فهمت هذا الشيء كاع فهمت. نعم تفضل ليك الفضل. دونك من الاخر فانت كونترا وجاوه كات كلوب بلونجلتير. نعم لازم يروح ولو كان ما نصيبوش تما لازم نشوفوه تما باسكو يفا با ريستي ا بورتو. ما تقوليش اختار بورتو لو اختار بورتو كان راح يجدد لا اعتقد ما تقوليش اختار بورتو لازم يختار واحد من هاد لي كات كلوب. نتمنى له ان شاء الله ياخذ من هاد لي كات كلوب ان شاء الله خاصه ان الدوري الانجليزي يلائم كثيرا لاعب مثل ابراهيمي لاعب مهاري وسريع قصير ومكير. نتحدث ايضا يا امين عن رياض محرز. صح قبل ما تبوزي قبيله كي بدينا الميسيون بديت بن شابير بماكسيم لوبيز بديت به رجعتنا قلت له لوبيز. ايه هذه الكلمه بك. قلت له بن شابير واش لي زيطوال هكذا. نعم. فهمت. نعم. فهمت بالعربيه في ميزان النجوميه. النجوميه ما طالبش واش من نجوميه ما قلتلوش نجوم. لا لا جاوب قال ليس نجم. قلت له شيخ انا لا لا قلت له ليس نجم عندي غير لي زيطوال ليس شيخ هو ماكسيم لوبيز ليس نجما بتاتا ومن يقول انه ماكسيم لوبيز نجم فهو مخطئ تماما لانه ماكسيم لوبيز هو لاعب شاب صاعد في مقتبل العمر قد يتحول الى نجم في المستقبل لكنه الان مجرد لاعب واعد يجب عليه ان يركز على عمله مع فريقه وان يختار المنتخب الذي سيمثله حتى لا تحدث له اي مشاكل مستقبلا بعدها ربما قد نتحدث عن نجم مستقبلي. هذا يقولوا سي ان جوار اون ديفونير
قادم جاي قادم نعم. المستقبل هذا نعم. نجم صاعد. أمين، نتحدث الآن عن رياض محرز وإمكانية عودته إلى التشكيلة الأساسية، سيلعب بنسبة كبيرة أمام نادي نيوبورت كونتي غدا السبت إن شاء الله برسم الدورة الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي. نعم. منذ بداية الموسم يعتمد عليه غوارديولا كثيرا في كأس الاتحاد الإنجليزي، يعتبره من بين أوراقه المربحة، ولكن كما قلت لك في المرة الماضية المشكل ليس في إمكانية مشاركة محرز أساسيا أم لا أو عودته إلى تشكيلة السيتي في قادم مباراة، لأن هذا سيحدث لا محال. نحن لازلنا في منتصف الموسم وفي المنعرج الأهم والأقوى في كل الدوريات الأوروبية، لذلك لازالت هناك احتمالات إصابات اللاعبين، تعب، ومعروف عن غوارديولا أنه يحبذ تدوير التشكيلة بين الحين والآخر، لذلك فمحرز محسوم أمره، سيعود إلى التشكيلة لا محال سواء أساسيا أو يدخل احتياطي كما حدث في المرة السابقة. المشكل والأهم والأكبر من كل هذا في الفترة الحالية هو هل سيستغل رياض محرز الفرصة حينما تتاح له وحينما يعود إلى التشكيلة. نعم. مع السيتي. بصراحة كيف تتوقع مستقبل رياض محرز خاصة في ظل تألق نجوم الأجنحة في مانشستر سيتي؟ والله من الصعب، راح تصعب له، وهذا كان باين من البداية محمد، ماشي من منظرك برك، من البداية المنافسة باينة بلي كانت شرسة، خاصة بين لاعبين تاع الهجوم في سيتي، راك تعرف شكون موجودين. أنا بالنسبة لي لو عندي نصيحة نعطيها للمحرز، أنا نقول لازم يصبر محمد، لازم يصبر، راه في فريق كبير، فريق عالمي، فريق لنجوم، يعني تقريبا تقدر تقول 30 لاعب ما كلهم نجوم. نعم. ما لازمش يتسرع محمد ويتقبل، لازم يتقبل لي ديسيزيون تاع غوارديولا، لان افيك الوقت بالحق بالنسبه لي مع الوقت مع الخدمه مع الجهود اللي راح يديرهم، وعندما يدخل يزيد يبين القدره تاعو محمد، نظن باللي السنه المقبله نشوفوا محرز وجه اخر. يعني انت لا تدعم الاصوات التي تعالت مؤخرا وطالبت رياض محرز بتغيير الاجواء؟ لا لا، انا بالنسبه لي انصحه يقعد، لان الفريق ما تقدرش تلقى فريق احسن من هذا محمد، هو مدرب احسن سيتي. ايضا مدرب والفريق لازم تلعب ايضا، معليش تلعب، كاينين محمد كاين اللي يبداو هكذا، تفكروا لي جرونج دي جرونج وير جاز كوتي، تفكر زيدان كيفاش جاز، ما كانوش يعني ما في السنه الاولى ولا في الفرق تاعهم ما ظهروش يعني تمتم. انا نظن باللي لازم له وقت يصبر برك، واش الخدمه ما لازمش يعني يتقلق، ولا كيما شفنا يعني المره الاخيره هذيك، يعني القرار تاعو هذاك اللي انا بالنسبه لي ماهوش لاقي للاعب اللي راح حب ان يكون نجم في مانشستر سيتي. نعم. عيسى مندي بن شيخ الذي كان مطلوبا في ويست هام الانجليزي مقابل 14 مليون اورو في الميركاتو الماضي، وكان ايضا مطلوبا من ارسنال، بقي في ناديه بيتيس، هل تعتقد بأن هذه الاتصالات كانت اتصالات حقيقية وجدية، وماندي بإمكانه اللعب في الدوري الإنجليزي سواء في ويست هام أو في أرسنال، أم أنها كانت مجرد خرافات صحفية؟ حبيت نسقسيك محمد. نعم. أنا بالي أنت تريبوندي سنسيرمون، أنت تلعب شيخي يلعب في بيتيس. نعم. ويسقيو لك أرسنال. أنا نروح نجري. لكن النادي هو اللي ما قبلش الفكره، ندير كلش باش نروح. قالوا له 14 مليون اورو، رفض 14 مليون، هل لازم له واحد 70 مليون يورو؟ هذا هو السؤال الموجه لك، هل لديه المستوى وهل ماندي يسوى اكثر من 14 مليون اورو في سوق تحويلات بن شيخ؟ انا مانيش نبيع في البيع وشراء في البطاطا، يسوى ما يسواش. هل ماندي عنده مكانه في ارسنال؟ خلينا من النادي تسيبوا بزاف سبايب، كونت اون بار دي جوار الجيريان اللي يلعبوا ليه عايش ليه، تبداو تسيبوا سبايب، تسيبوا لهم هاي كي يحبوا يديوه، يحطوا الباكي ويديوه، السي في 14 يزيدوا لهم، نسحقوه. فان دايك شراوه ب 84 نحيت عليه فمي، جابوه بسومه كبيره، الجارديان بيت تاع ليفربول شي ميك سومه راح كل شيء سومه كبيره، تقول لي ادو لا سنه وقيله روحوا يا سيدي. ماي والله ماي
احسن مبرر احسن مدافع مبرر في الدوري الاسباني ينتقص من قيمته مصطفى، وانت ترى وتشاهد هذا الظلم بام عينيك ولا تتحدث؟ لماذا مصطفى؟ كيف لا اتحدث؟ انا اتكلم ولكن نهار علي يكون عنده الحق ما نأيده، انتم ما متحبوش كي يكون عنده الحق نأيده لازم نكون اعطيني مدافع ارسنال. يا محمد شوف واش عندهم ارسنال. خليني نهضر معك دوك نهضروا انا بيتاتر ماشي شويه قاصح كيما علي نقولوا قاصح قاصح هما يقول لك هذا ماشي قاصح. انا سولمون جو دي لا فيريتي جو دي سكو جو بون. لا 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 سامحني جوري ماشي قاصح قاصح واحد لي احسن لي لا لا جو دواريك تيجي قاصح واحد لي يوجع. انا ما نوجعش نقول الحقيقه ما ندري بليش انا ني جاي عندك نجي قباله ما نروحش نضرب دوره ملهي باش نلعب نجي ديرك نقول لك هذا كاع كلام ما نعرف سميوه سيدي دبلوماسي. انا ما نديرش سياسه انا ني نقول لك بلي ان جوار ارسنال تحوس عليه يدير كاع المستحيل ويبوسي الكلاب تاعو باش يطلقوه لارسنال. نقص انا نقص روحي ونخلي الكلوب يدي ونروح الارسنال باش نولي مبان اكثر ونربح بلوس. صح هذا هو الحقيقه. معليش بصح نتفاهموا نهضروا على الاداء تاع موندي في بيتيس في بيتيس بيتيس. انا نقول لك محمد راه يدير في سنه انا بالنسبه لي استثنائيه سي لو بلون ديفونسيف سي لو داير ماشي غير وحده سي توت ليكيب بيتيس. نقول لك سي اون دي ريفيراسيون تاع هذا العام في اسبانيا من حيث اللعب من حيث المنظومات التكتيكيه من التنشيط. نعم. الفريق اللي راه بول لاستون او يدير عام مليح عنده مكانه مصطفى في ارسنال. ما نقولكش لا عنده ولا ما عندوش. لازم تقول لي اش مدرب انت محلل مصطفى انت محلل مشابه. مدرب لا لا مدرب هو اللي يقول لك لا عنده بلاصتو نجيبوه. انا نقول لك انا بالنسبه لي كون يروح من بيتيس افضل له افضل له. نعم شكرا جزيلا لك مصطفى كويسي. ولو ان كان وقتا الدفاع البدني لا اراه في الدوري الانجليزي. نعم شكرا جزيلا لك امين. ولكن يجب ان نوضح لما تحدثنا عن عيسى مندي في ارسنال يجب ان يفهم الجمهور الجزائري باننا نتحدث عن الاظهره يعني كي يلعب كظهير ايمن لانه في وسط دفاع نادي ارسنال. نعم في وسط دفاع ارسنال عندهم لاعبين عندهم مصطفي عندهم سكراتاس عندهم كوسيني عندهم لاعبين اللي يلعبوا في منطقه وسط الدفاع. تفضل محمد. ولكن نسبه لاعبيه كمدافع محوري في ارسنال اكبر من نسبه لاعبيه كظاهر. انت تتحدث عن منصب ظاهر محمد واحد من اهم المناصب في الكره الحديثه محمد لا يستطيع مستحيل ان يلعب ظاهرا في ارسنال. لو تركتني اكمل صدر. ربما كنت ستقتنع بكلامي. لماذا ارسنال بالذات طلب عيسى مندي؟ من اجل تعويض بيليرين الذي اصيب الى نهايه الموسم. ارسنال الان اصبح بدون شاهدت بيليرين يلعب محمد قلت لك مصاب اصيب. نعم اصيب ولكن ارسنال انتهى كل الاظهره في العالم ليهتموا بعيسى مندي ليس تقليلا من امكانيات مندي ولكن هذه يعني مفارقه لا تقبل. سامحني محمد سامحني مندي لاعب لا يحسن اللاعب الهجومي محمد ليس لاعبا سريعا على الاروقه وشاهدناه مع المنتخب الوطني الجزائري الكوارث الكبيره التي كان يرتكبها كلما اشركه الناخب الوطني في منصب الظهير الايمن. لذلك مندي محمد من المستحيلات السبع ان يلعب في ارسنال كظهير ايمن لخلافة من بيليرين الذي يعتبر واحدا من احسن الاظهره حاليا. نعم هو وين يروح وين يروح مندي مصطفى اريد ان نخرج من هذه النقطه مصطفى. لا سيدنا هو وين يروح؟ يروح الفريق اللي يلعب نفس الطريقه تاع بيتيس بثلاثه مدافعين. لا لازم لا لا مصطفى لا 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 انا لا اتفق مع هذه النقطه لانه يمكن له ان يلعب في وسط الدفاع بلاعبين فقط ويمكن له اللعب في وسط دفاع بثلث لاعبين يلعبوا على الجهه اليمنى ويمكن له اللعب كظهير ايمن. عيسى مندي هو لاعب متعدد المناصب وانا لا اتفق ايضا بتاتا مع الامين عندما يتحدث عن القوه البدنيه لان عيسى مندي شاهدناه ليس في الدوري الانجليزي وانما في ادغال افريقيا كان يلتحم مع الافارقه ويقفز من اجل اخذ الكرات الهوائيه ويدخل في العديد من الصراعات الفرديه. على كل حال هذا شوف كيما انت هذا نتكلم عليه مندي اللي انت شفته في الافريق دار هذا الشيء. نعم ونجيب لك صور ولا ما عندوش بلاصتو في ليكيب ناسيونال؟ لا عنده مكانه مندي
حسام مندي ما عندوش مكان في الملعب. لا لا كثير من المباريات لم يلعب كأساس. أمين أمين أنتم مخطئون. حسام مندي في المباراة الأخيرة ما قبل الأخيرة التي أزاحه فيها جمال بن ماضي هنا في الجزائر كان أزاحه بعد مباريات أكثر من 20 أو 25 مباراة لعبها كأساسي. لا لا مقبل العادة ثم بن شيخ أعاده في المباراة التي بعدها في أدغال أفريقيا عاد ارتكب الكثير ارتكب الكثير من الهفوات والكوارث مع المنتخب الوطني. أنا لست هنا بصدد الدفاع عن مندي لأن مندي تدافع عنه المباريات الكبيرة التي لعبها. من حقك تدافع عنه. من حقك تدافع عنه المباريات والأرقام التي حققها. نعم. أنا قلت لك ما هوش يلعب تيتولار أنا هضر لك دور على بالي بلي مندي لعب تيتولار بوندون دي زاني ما أدروات ما كلاتش رجعوا هاري سنترال هاري سنترال كاريتا نيجيريا غير جو دار خالي موحي يسجلونا عاود رجعوا الدروات تما هذه تيتولار انت واحد يدي بالونسي فيه من تما لازم يلعب هذا هو اللي تيتولار تيتولار اللي يلعب باترون في البوست تاعو كيما كان غلام اغوست ما كاش اللي نحي غلام كيما مش عارف انا كان سليماني يسجل اهداف ما كاش اللي نحي هذا يلعب لي قبل اليوم انا نحي شيخي منا نعاود نرجعو منا لازم ندفعك لازم نامبوزيك هذا ما تسماش تيتولار فولي لامبوزي اسمح لي. نعم شكرا جزيلا لك بن شيخ. مضطرون لنابولي الذي يفكر في الاستغناء عن غلام أعتقد أنها مجرد تقارير لا أكثر ولا أقل من صنع الصحافة الإيطالية لأنه نابولي حاليا في أمس الحاجة لفوز غلام كما أنه الوقت غير ملائم بتاتا من أجل الحديث عن نية نابولي في الاستغناء عن غلام خصوصا وأننا في المنعرج الأهم في لكن هل تنكر الدوري الإيطالي. هل تنكر بأنه لم يعد كسابق عهده لم يعد ذلك الغلام الذي ينشط على الجهة اليسرى صاعدا نازلا يرعب المدافعين والخصوم لكننا نتحدث عن لاعب تعرض للإصابة ولم يعد إلا من أسابيع قليلة وقليلة جدا تعد على الأصابع على أصابع اليد الواحدة. محمد لم نعطي الوقت الكافي لغلام من أجل استرجاع كامل إمكانياته. هنا يتواجد معنا لاعبان سابقان يعلمان جيدا الإصابة التي تعرض لها غلام كم تستلزم للعودة وكم تستلزم من فترة من أجل أن يعود اللاعب إلى 100% من إمكانياته. هناك من اللاعبين من لم يستطيع أبدا العودة إلى كامل إمكانياتهم بعد هذه الإصابة وهو ما لا نتمناه لغلام. أنا أعتقد على العكس أنه غلام أبدى مؤشرات جد إيجابية بعد عودته من الإصابة وقدم مردودا طيبا بالنسبة للاعب كان مصابا لأكثر من عام كامل. محمد. مصطفى لا يشاطرك الرأي لأنه يعتقد بأن روي يقدم أيضا مردودا كبيرا خاصة في المباريات الأخيرة. هذا هو الإشكال اللي طاح فيه فوزي غلام. أولا الإصابة محمد وأنا قلت لك إصابة تاعو كانت صعبة. نعم. وكنت يعني من الأوائل اللي قلت لكم راح تأخذ وقت كبير لأن نفس الشيء أنا وقعت لي نفس الشيء وضربت أكثر من عام بون ربما ليك عندهم دي تكنولوجي يعني اللي يقدروا. إذن هذا السبب الأول. السبب الثاني صح روي ماريو هذاك راح يعني من اللي دخل راح يدير في مباراة يعني نقدر نقول لك رائعة حتى يعني المدرب ما قدرش يعني يسيحه إيه. ولذا أنا نظن باللي فوزي ما لازمش يتقلق أولا هذه واحدة. ونزيد نقول لك القوة الإمكانية تاعو اللي كما تكلم عليها بجبير الإمكانية تاعو محمد أنا على حسب رأيي أتوقعها يعني تجي في الموسم الجاي. الموسم الجاي راح نشوفه غلام يعني مع الخدمة والجهود والإصابة يعني تبرأ تماما. أنا نظر باللي راح يعود فوزي غلام اللي شفناه من قبل. نعم كما أنه غلام لما يكون في أوج عطاء محمد لا مجال للمقارنة بينه وبين روي اللاعب البرتغالي الذي لا نستطيع أبدا نقارن بين مستواه كظاهر أيسر ومستوى غلام الذي كان واحدا من أحسن الأظهرة في العالم. غلام أو روي؟ غلام كم صافي ان بون بوطون هو كان حابس من لا بليسير وكذا. نعم اي روفيان سي ماشي تبتمي روفيان لا فورم اللي كان فيها نوبلي با بلي واحد دو زون لا تروا زون ايتي اون بلان فورم دونك روفيان بشويه جو بونس مع منا لا فان سيزون مع لا كوب دافريك وهذه بتات لا يفا روفينير اون فورم بور لا سيزون بروشين.